رولا بونجور. بونجور. اول شيء ميرسي على الصبحيه الحلوه اللي جمعتينا، يعني جمعتي اهل الفن والمجتمع وكلهم كرمال هدف كثير انساني. ميرسي لكم كمان لانه انتم وجودكم هو مساهمه كمان لنقدر نوصل صوت كل المحتاجين اللي كانوا معنا للناس، لنقدر نحصل على تبرعات اكثر. بدي اقول ثانكس قبل ما نبلش لكل اللي ساهموا حتى لو بجزء بسيط، ونحن رح نقول لهم انه ما رح نوقف هون، ان شاء الله رح نعمل صبحيه او عشاء ثاني المساهمه تبعه او ريعه بيروح للعيال المحتاجه، لانه مثل ما بتعرفي بليالي الانس كان في كثير عيال محتاجه وكان في كثير وجع. للاسف الشديد ما قدرنا نحصل على المبلغ الكافي لنقدر نعمل العمليات اللازمه او الـ نحكم نعلم نطبب حال واحد. رولا تقريبا كل يوم كان في فينا نقول حاله انسانيه كانت عم يتضوا عليها عم يوصل لمساعدات، بس هلا عم تخبرينا يمكن ما وصل المساعدات اللازمه. هيك هو المساعدات مفروض كثير، يعني انت عم بتساعدي 30 عائله مش عم بتساعدي شخص او اثنين، يعني وكل عائله عندها وجع، عند المرض عند الجوع عند الفقر عند مشاكل كثير حتى نفسيه. فكل هدول هلا في نحن عم نحكي مع اطباء وعم نحكي مع كثير ناس مش يعني مش موقفين هون. بدي اقول ثانكس للاو تي في والاكيب العمل اللي كلنا عم نشتغل لنقدر نساعد. في اشياء ممكن نقدر نساعدها شخصيا وفي اشياء لا قدرتنا يعني ما بنقدر نتحمل ان نعمل مثلا عمليه ب 100 الف دولار مثلا او الى اخره، فنحن عم نجرب نقدر نحصل على مساعدات تنقدر نساعد هدول العيال. المعروف عنك انك هيدي الايادي البيضاء ممدود كثير يمكن مش بالعلم بالمخفي عندك يا هيدا، خليني اسال سؤال بعيدا عن كل شيء، هيدا ممكن في ناس بتقولي ما هيدا شو بدنا نقول هيك بس لنطلع على الاعلام وهالاشياء، وبعرف انا في كثير اشياء مخبايه. شوفي انا الاشياء اللي بعملها بيني وبين نفسي هي بيني وبين نفسي وبين الله، يمكن اعملها يمكن ما على هذا الشيء اذا الناس ما لهم يعرفوا فيه، لكن هي البرنامج مش لرولا، برنامج مع اداره مع تلفزيون مع اكيب عمل، بدي يمكن انا اللي ضويت عليه ويمكن انا اللي كانت مبادره مني وهن شجعوا هذا الشيء. هذا العمل مش لرولا، يعني مش انا البطله، انا ماني بطله بالعكس، انا هن الابطال، ضيوفنا والمحتاجين هن الابطال لانه عم بالرغم من كل شيء عم يعيشوا باجواء صعبه ومؤلمه، فهن الابطال مش انا. رولا ما عم شفناك عم تقدمي بروجرام فني هيك منوع، ممكن نشوفك عم تقدمي بروجرام اجتماعي بما انه صار فينا نطبع فيه هالستيل ليكي؟ هو رح نكمل ليالي الانس باذن الله، ورح يكون في الحالات الاجتماعيه اللي مرقت معنا مثل ما قلت لك رح نضوي عليها ونجيب لها مساعدات اكثر ونشوف كيف فينا نعالج، لانه مثل ما قلت لك اللي شاف البرنامج واللي شاف هالحالات مؤلمه كثير. رولا انتم دعيتوا بدعوتكم اهالي الفن والاعلام كثير بس ما شفنا يعني فيها الكميه من النجوم، شو اقول لك هيدا تقصير ولا؟ شوفي نحن ما قدرنا ما يعني ما يعني نعينا يعني اسال لا بس بدي اقول شغله، نحن حكينا اللي شاركوا بالبرنامج ما وسعنا، بس ان شاء الله البرانش او العشاء الثاني رح يكون معلن على التي في، رح يكون معلن بالصحافه اللي بيحب يشارك، وبنفس الوقت رح يكون في يعني رح يكون في دعوات خاصه للفنانين لاهل الفن لسيدات المجتمع، فان شاء الله خير. خلينا نرجع نروح شوي على الفن، شو عم تحضري شيء جديد اغاني في ليالي الانس؟ وعندي سنجل هلا لروتانا قريبا رح سجلها وصورها وشغله بس. في شو فيديو كليب قريب؟ قريبا ان شاء الله بس لسجل اول شيء الغنيه تبعي. كلمتك لخبر عاجل. اسمعوني وشوفوني دائما على خبر عاجل مع كورولا سعد. باي باي.